أطلقت المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية مبادرة جديدة تحت عنوان الشراكة المجتمعية الأكثر أماناً، بهدف تمكين المجتمعات بالمهارات والمعرفة اللازمة المتعلقة بالطرق الصحيحة في ممارسة عملية الإنقاذ في الحياة اليومية. نعم، هذه المبادرة قامت بإطلاقها سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم الخليفة رئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات تأكيدا على رغبتهم في العمل مع المؤسسة لتحقيق الهدف المرجو من المبادرة. مبادرة متقدمة طرحتها المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، تسعى من خلالها للترويج للبرامج التعليمية للمؤسسة وتوفير فرص تعليم مهارات إنقاذ الحياة والسلامة المائية. والله هذه المبادرة جدا مهمة بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للمؤسسات اللي نشتغل وياهم. احنا طبعا شغلنا ابتدينا ويا هذه الجهات المختلفه، سواء كانت وزارات ولا شركات ولا مدارس حكوميه او خاصه، فبهالمبادره نقدر نكمل شغلنا وياهم في ان نحفزهم على انهم يتبعون اسس السلامه المائيه وان نكمل برامجنا وياهم اللي تساعد في الحد من الغرق. انه يكون في تركيز على مثل هذا الامر المهم، وأن نكون إحنا شريك كوزارة الصحة كذلك معاهم، وأعتقد هذه أمر مهم ورئيسي. اليوم تحدثنا أو تحدثوا عامة عن الإنقاذ بالإسعاف التنفسي الرئوي أو القلبي الرئوي، التعليم، التثقيف الناس، توعيتهم، السلامة عامة بالنسبة حق المياه، السلامة بالنسبة حق الشخص قبل الممارسة، متابعته، هذه كلها تنطوي تحت أهداف رئيسية للصحة والرفاهية اللي احنا عم نتكلم عنها، خاصة في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين. هذا وتأتي أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في تشكيل شراكة مجتمعية ستساعد المؤسسة الملكية لبذل المزيد من الجهود في التوعية بالطرق الصحيحة لعملية الإنقاذ وتحقيق مهمتها في تعزيز الاستمتاع والاستجمام في الماء في جو آمن. تأتي هذه المبادرة للمساهمة في حفظ الأرواح من المخاطر التي يتعرض لها ممارسو الرياضات المائية بأشكالها المختلفة، وذلك من خلال العمل على تفعيل الشراكة المجتمعية مع الجهات المختلفة وإيجاد استراتيجية متكاملة لتمكين المجتمع بالمهارات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.